في عناوين نشرة الليلة: دكان يبيع ويؤجر أسلحة خفيفة ومتوسطة، اغتصبت زوجته وطعن بسكين. أنا جيت على مرتي على البيت، لعندي على البيت المستاجر، واني لقيت مرتي عم يغتصبها شخص، سحب علي السكين ضربني هون ضربني هون. أبو بدر من سائق فان إلى مفخخي سيارات. الكاوبوي لجنبلاط إن شاء الله بيكون عمره طويل. الداخلية السعودية: الخلية الإرهابية تنفذ خططا تدار من الخارج. ترامب يفكر في عقد قمة عربية في واشنطن لحل أزمة قطر. في فن الخبر: سيرين عبد النور تضيء قناديل العشاق. رائعين الممثلين السوريين اللي اشتغلت معهم، وهذا كان تجربة كثير حلوة بالنسبة لي. وفي ترندز: طلب الصداقة على فيسبوك فأكل الضرب. هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. رؤية هلال شهر شوال بدأت طلائعها من السعودية بعد رؤية الإرهاب أمام حرمها المكي الشريف في عملية كانت ستستهدف جمعا مكتظا بالمصلين، وثبت بالوجه الشرعي إدانة قطر وإيران لهذه العملية ولتجار الموت وزارعي الكراهية، لكن الأزمة الخليجية لم تتأثر بهذه المواقف، وأبقت الدول المقاطعة على قائمة شروطها المقدمة إلى قطر، ولعل أبرزها ذلك البند الذي يطالب الدوحة بالتعويض عن الضحايا والخسارة كافة، وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية في خلال السنوات السابقة. وتكون دول الخليج بذلك قد وضعت قطر على قائمة قانون جاستا الأمريكي لإشراكها في دفع غراماته، لكن الدوحة التي تدرس القائمة أعلنت مسبقاً أنها تواجه حملة افتراءات تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها، فيما هددها وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش بأنه إذا لم تستجب قطر للمطالب فإنها ستعزل عن محيطها الطبيعي. لكن الدول المتنازعة حتى العزل في السياسة والأمن والاقتصاد اتفقت على مشاركة قمر موحد، وأعلنت السعودية والإمارات وقطر أن غدا هو أول أيام عيد الفطر السعيد. ولأن المبايعة دينيا تسري على لبنان، فإن العيد سيحل غدا وبطقس خليجي حار. وفي عطلة العيد الممتدة حتى منتصف الأسبوع، فإن العناوين السياسية والحياتية مجمدة، باستثناء انصراف رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الإشراف على وضع الختم الأحمر على مؤسسة سعودي أوجي بعدما أفرجت الحكومة السعودية عن أموالها. وعملياً سوف تنتهي حكاية آل الحريري مع سعودي أوجي هذا الشهر، التي كانت منذ تأسيسها أحد أسباب تراكم ثروة العائلة، ومنها انبثق ما يعرف اليوم بتيار المستقبل. ووفقاً للتوصيف السياسي كان الكيان الأزرق يسمى تيار سعودي أوجي، فماذا سيحل بهذا التيار اليوم؟ وما هو مستقبله؟ والسؤال يشتمل على المستقبل الانتخابي الذي سوف يحتاج إلى مؤسسات مالية داعمة، لسيما مع بروز خصوم رفعهم التيار وخرجوا يقاتلونه بسلاحه. دكان لبيع وتأجير الأسلحة الخفيفة والثقيلة. عمري 12. شنو درس؟ تا
دارس للرابع. تركة؟ صار رابع سنة؟ ايه. وين أحسن دراسة للإسلام؟ ايه اثنين قلنا. لا أنا أنت ليش عم تستوي الإسلام مع الدراسة؟ ما عجبتني الدراسة. احنا قبل الثورة كنا خيو يعني عمال عاديين يعني كل مية دير على مصلحته وعلى شغلته. صارت الثورة وصار الجهاد. طلعنا مرة مع الفصائل صار عندنا خبرة عسكرية خيو في تجارة السلاح. كلنا اول نبيع نشتري بارودي فرد كذا شوي شوي نشتغل على البسيط. معنا صرنا نشتغل صرنا نفتح محلات ونبيع اسلحة. هذا المحل وحيد بإدلب ولا في مناطق؟ لا في محلات كثير معددة يعني ما في محل محلين كثيرين يعني. طيب شو البضاعة أو المنتجات اللي أنتوا تتعاملوا فيها بيع شراء؟ بواريد، فروض، رشاشات، ثقيلة خفيفة طبعاً مو ثقيلة كثير يعني من 14 وانتينيزي رشاش بيكسية دوشكا 14 ونص تعتبره سلاح وسط يعني؟ ايه سلاح متوسط أو ثقيل شوي. طيب الأسلحة النوعية ثقيلة مثل بالنسبة للأسلحة والأسلحة. بالنسبة للأسلحة الثقيلة هن الفصائل بيبيعوها بين بعضهم. شو مصادر هالسلاح يعني هاي السلاح مصادره كلها بنعرف انه خيو غنائم جيش. نحن خيو بالمعارك خيو الشباب كنا نغنمها وصارت تنباع بين بعضنا يعني اللي بيعازي يشتري من فيه ومن صاحبه ومن كذا هيك يعني. في قيود او شروط معينه على تجاره السلاح من قبل جهه امنيه او فصيل معين؟ لا ما في بيع حرة. أسرة سورية تلجأ إلى الجديد بعد تعرضها لاعتداء والقوى الأمنية توقفه بعد استنجاده بها. مع زوجته وطفله حضر إلى مبنى الجديد مصابا بطعنتي سكين. أما زوجته ابنة 18 عاما الحامل في شهرها الثالث فكانت في حالة انهيار جسدي ونفسي. فماذا حصل معهما في منطقة الكولا؟ أنا جيت على مرتي على البيت لعندي على البيت المستاجر واني لقيت مرتي عم يغتصبها شخص. سحب علي السكين ضربني هون ضربني هون وبيهددني وما بعرف شو بيصير يعني وانا ماشي بالشارع يمكن بيذبحني. ليش هو في شيء بينك وبينه؟ لا ما في شيء بيني وبينه نهائيا لانه انا ضعيف الحال وعم يتسلبط علي. مع ان حالتهما الصحيه تستدعي المعالجه الطبيه فورا الا ان عدم امتلاكهما المال حال دون تمكنهما من دخول المستشفى. إضافة إلى أن عدم حيازة الأسرة أوراق إقامة زاد من هول المأساة. مشفى الحكومة بدها مصاري بس على ضربة إيدي بدها 500 دولار لمرتي. هربت ما معي مصاري فليت من مشفى الحكومة لأنه ما معي مصاري. مرتي مكسرة بسيخ حديد. الجديد اتصلت بالصليب الأحمر الذي حضر فورا إلى مبنى القناة وتولى نقلهم إلى أحد المستشفيات وكذلك حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا في الحادث. من سائق سيارة إيفان إلى مفخخ سيارات تحول محمد الكرمبي والتحقيقات تكشف قيامه بأكثر من 8 عمليات تفجير. هذا هو اللبناني محمد بدر الدين الكرنبي الملقب بأبو بدر المولود في عرسال عام 89 صيد ثمين أصبح في قبضة استخبارات الجيش. من سائق سيارة فان على طريق عرسال بيروت إلى مفخخ سيارات تحول الكرنبي فما تفاصيل اعترافاته؟ لأبي بدر علاقة خاصة جمعته بإبراهيم الأطرش وعمر الأطرش وأحمد طه وأبو حسن الفلسطيني وغيرهم من الإرهابيين البارزين وهو من مؤسسي المجموعات المسلحة التي قاتلت الجيش السوري انطلاقا من الأراضي اللبنانية. هذا واعترف الكرنبي بأنه استقبل أشخاصا عديدين من جنسيات مختلفة قدموا إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي وتولى نقلهم إلى عرسال ليعلم لاحقا أنهم انتحاريون يستهدفون الداخل السوري بإشراف أمير الدولة الإسلامية وعمل في مجال شراء السيارات وتفخيخها من أجل تفجيرها وعمد إلى تعليم أفراد مجموعته كيفية التفخيخ ودرب أشخاصا على تصنيع الأحزمة الناسفة. التحقيقات لم تقتصر على ذلك إذ كشفت أيضا عن 8 سيارات فخخها الموقوف وفجرها ضد أهداف
أهداف مدنية وعسكرية في لبنان، وهي سيارة جيب من نوع كيا سبورتج غير لونها من الأسود إلى الأبيض قبل تفجيرها قرب سرايا الهرمل في 16 من كانون الثاني عام 2014. سيارة جيب شيروكي لونها زيتي فجرت قرب محطة الأيتام في الهرمل في شباط من عام 2014. سيارة جيب شيروكي طرازها قديم فجرت عند حاجز الجيش اللبناني في الهرمل. سيارة جيب من نوع هوندا لونها فضي إلا أن العملية لم تنجح، ما دفع الانتحارية إلى تفجير نفسه في أثناء توجهه إلى الهدف ووصوله إلى بلدة النبي عثمان في أذار عام 2016. سيارة كيا بيكانتو سوداء على حاجز للجيش في وادي عطا في آذار عام 2014 انتقاما لمقتل سامي الأطرش، وأسفر التفجير عن استشهاد 3 عسكريين وجرح 13 آخرين. سيارة جيب تي أم سي كان سيجري تفجيرها في بلدة القاع إلا أنها انفجرت بمن فيها ما أدى أنذاك إلى مقتل الأطرش وسامر الحجيري. وثامنا سيارة لاند روفر إلا أنها تعرضت قبل العملية لصاروخ في أثناء وجود أحمد الأطرش الملقب بنسر عرسال في داخلها فأصيب إصابة بالغة في وجهه. هذا الصيد الثمين في قبضة الجيش طرف خيط قد يوفر دماء مئات الأبرياء. لسعد، قناة الجديد. يوسف فخر الملقب بالكاوبوي الذي كان الأمن العام اللبناني قد قبض عليه في آب من عام 2016 لبناني يحمل الجنسية الأمريكية، وكان قد غادر لبنان مع انتهاء الحرب الأهلية عام 90 إلى الولايات المتحدة. كان واحدا من أبرز رموز قادة ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي في مرحلة الحرب، وتشير التحقيقات إلى أنه متورط في التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد زنبلاط ومحاولة إثارة الفتنة، وذلك بتكليف من الموساد الإسرائيلي. في أول جلسة استجواب أمام المحكمة العسكرية الكاوبوي ينفي التهم الموجهة إليه. بعد نحو عام على توقيف الكاوبوي، وقف يوسف فخر أمام المحكمة العسكرية في أول جلسة استجواب له في 3 تهم هي الإعداد مع أحد عناصر الاستخبارات السورية المدعو مهند موسى لاغتيال النائب وليد جنبلاط، تأليف مجموعات مسلحة لدعم الثورة السورية، والتواصل مع العدو الإسرائيلي عبر مندي الصفدي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية. ولدى سؤاله عما قاله له المتهم الفار مهند موسى من أن النظام السوري سيغتال جنبلاط قبل تشرين الثاني من عام 2016، كان جواب فخر آنذاك: بد كنت روحوه روحوه. لكن فخر قال أمام المحكمة العسكرية: لا أذكر ما قلته تحديدا، مضيفا: إن شاء الله يكون عمره طويل، نافيا ما اتهم به لهذه الجهة. وأضاف: مهند كان يتكلم وأنا كنت مستمعا، وما ذكر بهذا الخصوص هو كلام مهند لا كلامي. وعن علاقته بماندي الصفدي مستشار رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي وضباط كبار في الاستخبارات الأمريكية من خلال المتهم الفار فادي النجار، سئل فخر عما تضمنته إفادته الأولية أمام المديرية العامة للأمن العام من اعترافات وتفاصيل، فرد بأنه لم يذكر ما ورد فيها عن علاقاته بالموساد وأشخاص طلبوا إليه العمل معهم لإسقاط النظام السوري، وقال: أنا أقسم أنني لم أذكر ما ورد في تلك الإفادة، حققوا معي 5 دقائق فيما وقعت إفادة لي من 30 صفحة وأنا مكبل اليدين فضلا عن تعرضي للضرب والتعذيب. وعندما سأله رئيس المحكمة من أين سيحصل المحقق على المعلومات والتفاصيل الواردة في إفادته، أجاب فخر: اسألهم. ونفى الكاوبوي علمه المسبق بأن مندي الصفدي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وقال: إن مندي درزي سوري، هو لم يطلب مني شيئا، إنما كانت هناك قضية تتعلق بخطف عائلات دروز من جبل حوران، وأنا عملت على تفكيك الموضوع بين جبل دروز وجبل حوران، وتدخلت في قضية خطف 18 جنديا ولم أكلف شيئا بشأن الثورة السورية. ولمتابعة استجواب المتهم وإطلاع وكيله على داتا الاتصالات والبريد الإلكتروني الخاص بموكله، أرجئت الجلسة إلى 20 من تشرين الثاني المقبل. السلاح المتفلت يخرج أهل البقاع عن صمتهم مطالبين بضبط الأمن والسلاح.
السلاح المتفلت والسيارات غير الشرعية المزودة بزجاج حاجب للرؤية باتت عدة الجريمة في البقاع، ومع ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان فيما تقارير الحوادث اليومية لا تخلو من رصاص طائش وجرائم ثأر وقتل وسلب وانتحار، وتحديدا في منطقة بعلبك الهرمل، قررت فعاليات اجتماعية ودينية رفع الصوت ضد الحروب المشتعلة في الداخل اللبناني، مطالبة بضبط التفلت الأمني وانتشار السلاح وهمجية استخدامه من أجل أمن وأمان أهل البقاع. نتمنى أن تكون هناك قائمة بهؤلاء المطلوبين تعمم على كل القطاعات الأمنية. ثانيا، نريد غرفة أمنية مشتركة. ثالثا، نود التأكيد على موضوع السيارات ذات الزجاج الداكن. رابعا، من يحمل السلاح نوجه إليه سؤالا، سلاحك ضد من؟ ومن من أهلك في هذه المنطقة يصنف في خانة العدو؟ ندعو إلى معالجة هذه الظاهرة بشكل جذري، اتخاذ كل الإجراءات سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني والعسكري لمعالجة هذا الخلل القائم بمنطقة بعلبك الهرمي، واللي بيهدد كل الوطن وكل أمن لبنان بالخطر. كذلك الأمر ما ننسى أنه موضوع المخدرات كمان عم يتفشى بشكل واسع. الموت هنا واحد، سواء برصاصة طائشة أم بعمل ثأري أو خلاف شخصي على أفضلية مرور أو على بوست على فيسبوك. بعد إحباط السعودية عملية إرهابية تستهدف المسجد الحرام فجر الجمعة في مكة المكرمة، قطر وإيران تعلنان تضامنهما مع السعودية. الإرهابيون اختاروا ذروة اكتظاظ الحرم الشريف بالمصلين، حيث يحيي الملايين ليلة القدر في المسجد الحرام في ليلة 29 من رمضان، وقدر عديد المصلين بأكثر من 3 ملايين، وهو ما يقارب عديد الحجاج في موسم الحج. أعربت قطر وإيران عن دعمهما للسعودية بعد إحباط المملكة محاولة هجوم استهدفت الحرم المكي، وأعلنت وزارة الخارجية القطرية تضامن الدوحة مع المملكة الشقيقة ووقوفها معها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على المقدسات الإسلامية. وجدد بيان الخارجية موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وفي إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي أن إيران دانت على الدوام الإرهاب بكل أشكاله، مشيرا إلى أن طهران أكدت استعدادها للمساعدة والتعاون مع البلدان الأخرى للتصدي لهؤلاء المجرمين تجار الموت وزارعي الكراهية الجهال. وكانت قوات الأمن السعودية قد أحبطت عملية إرهابية وشيكة في الحرم المكي تستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصلين. كانت تخطط لتنفيذها مجموعة من المتطرفين، بينهم انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف، وخططت للعملية مجموعة إرهابية تمركزت في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة والموقعان الآخران في مكة المكرمة. البيت بيت أخويا وأنا ساكن فوق، وجيت سمعت الصوت على طول نزلت البيت، وجيت طلعت أخواني وأمي وأهلي كلهم ودوا المستشفى. الصباح كان الساعة 9:30 كده، وغيروا بعدين شالوني أنا كمان المستشفى. ساكن جديد هذولا، كان حوالي كم شهر ما ادري كم يوم زي كده، ما شفته ولا مرة أنا. لا في رمضان أساجره. مرة ما شفنا. لا ما يطلع. وفي أبرز التفاصيل أن الانتحاري الذي كان مختبئا في أحد منازل حي أجياد قام بإطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضا الاستجابة لدعوات الأمن تسليم نفسه، لكنه فجر نفسه لاحقا بعدما ازداد الخناق عليه، ما أسفر عن مقتله وانهيار المبنى الذي كان يتحصن فيه وإصابة 6 وافدين وخمسة من رجال الأمن إصابات طفيفة. وقال المتحدث الأمني أن العملية انتهت بالقبض على 5 من عناصر الخلية الإرهابية بينهم امرأة، وذلك عقب دهم مواقعهم 3 ويجري استجوابهم. بعد الإعلان انتحار شاب في الغازية، سائق أجرة يقع في نفق، شوفوا بقلبكم هدى. أهلا بكم من جديد، وننتقل إلى فن الخبر مع الزميل عمر خداش. سعيدة،
احتفلت ممثلي سناء عبد النور خلال حفل إفطار مع أهل الصحافة والإعلام بنجاح مسلسلة قناديل العشاق يلي دخل السباق الماراثوني برمضان ويعرض على أكثر من 7 محطات عربية وفضائية. وكان لنا لقاء غني مع فنانة مميزة مش بس بجمالها وأدائها بل أيضا بصراحتها وحضورها الاستثنائي. أكيد تجربة جديدة وهذا اللي كنت أنا بطمح له، أنه اليوم من بعد 17 سنة قدمت كافة أنواع المسلسلات إذا بدك بالعالم العربي اللبناني والمصري. اليوم إذا بدي بالرجعة لإلي لأنه أنا وقفت سنة بدي أرجع بطلة جديدة وبموضوع جديد وشخصية جديدة، اختارت أنا دي العشي. فاليوم هيدي التجربة علمتني كتير واستمتعت فيها كتير، وبتمنى أنه يكون العالم يعني وصلت تجربتي وطموحاتي لأنه أقدم الجديد للناس. تجربة مع محمود نصر كيف كانت؟ تعديها؟ إيه طبعاً، لأنه محمود هو شاب طموح وموهوب وشاب شكله حلو، كتير انبسطنا بالشغل مع بعض للحقيقة. وبهمني كتير أقول عمر أنه أنا كتير انبسط أنه اشتغلت، رغم أنه نحن ما التقينا يعني مع ديما أند لافت ومع خالد قيش ومع أستاذ رفيق علي أحمد، مع دوري سمراني من لبنان، ومع كتار مثل يعني من الأشخاص اللي بتصورنا مع بعض. وتحية كتير كبيرة لخالدون قتلان كاتب العمل والمخرج سيف سبيعي. انتقدت شوي الدراما السورية بشكل عام، بعض الصحافة وبعض المحلات اتهمت البيئة الشامية هيدا انه عم تكرر نفسه وعم تعيد حاله. ما هي بيئة شامية، شو بدها تصير بيئة روسية؟ ما هي بيئة شامية يعني اكيد يعني اكيد بيكونوا عم بيحكوا عن هيدا. ليه؟ لانه في ناس بتحب هيك نوع من ليك عمر بدي اقول لك شغلة وهيدي الشغلة كثير مهمة، انه الدنيا أذواق. يعني اذا انت هيدا مش ذوقك ما تنتقد يعني بطريقه انه منا بنيئه، بتنتقد انه هيدا مش ذوقك يعني شيء فاشل وبالمره ما حلو. لا، ما انا كمان يمكن في انواع ثانيه من المسلسلات يلي انت بتحبها انا ما بتعجبني، فاذا يا ريت شوي نحترم ذوق الجمهور ومش نبلش دغري ننجح ونفشل بنفس الوقت. شو عم تتابع مسلسلات غير انا دي العشاق؟ عم تابع كتير يعني في أصداء بتسمع بالسوق، أصداء بخليك إنه يكون عندك حشرية إنك تتابع طبعاً. وبالوقت اللي أنا عم مثل فيه بسوريا أنا بس لقلكم من يومين وقف خلصنا التصوير، فتبعت كم حلقة من كم مسلسل. الدراما اللبنانية كيف كانت؟ أنا يعني شهادتي مجروحة، لأنه أنا لو حتى شيء حلو ولا مش حلو أنا دايماً بشجع الدراما اللبنانية لا توصل للأحلى يوماً ما، لازم يكون في تجارب لنقدر نوصل للأجمل وللأحلى، فالله يوفق الجميع. نادين جيم هالمرة قالت أنه هي ما بدي أحكي عن الموضوع أبداً. نادين العشاق انظلم بلبنان من وراء حجب الجرير؟ طبعاً، وأنا نشدت الشباب يعني قلت له رمضان كريم وأنا بستاهل، بس ما لقينا نتيجة. لهون مشاهدينا بكون وصلت نشرة فن الخبر لنهايتها، ضلكم تابعونا لأخبار فنية جديدة ومتنوعة دايما. باي باي. سائق أجرة يدخل في النفق المظلم. سائق الأجرة هذا نال نصيبه من إهمال الدولة، فوقعت سيارته مصدر رزقه الوحيد في ريجار نفق المدينة الرياضية المظلم، على الرغم من وجود منشأة رياضية فوقه كلفت الدولة أموالا باهظة لاستضافة أحداث عالمية. واحد كسر علي، أنا جاي من هنا كسر علي التونيل عدل، ما في كهرباء، ما عارف أنا، ما في حديد هون سفلي. في العام الماضي عرضت قناة الجديد تقريرا عن ظلمة الأنفاق وتعطل الإضاءة فيها ما تسبب بانعدام الرؤية، وفي الرابع من حزيران الحالي عرضنا تقريرا عن سرقة أغطية قنوات تصريف مياه الأمطار وبقائها مفتوحة مما يشكل خطرا على السيارات والمارة. إداريا تقع المسؤولية على عاتق وزارة الأشغال العامة المسؤولة عن صيانة الطرقات، ولغاية اليوم لم تحرك ساكنا أنفاق مظلمة وقنوات صرف تشكل مصيدة للمواطنين. لكن من يدري، ربما الأنفاق ستضاء والحفر ستغلق قريبا، فالانتخابات النيابية على الأبواب. في بلدة الغزية أقدم الشاب علي دندش البالغ 23 عاما على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس حربي في منزله وعلى نجل العميد المتقاعد حسين دندش.
رئيس الحكومة سعد الحريري يشيد بعناصر وضباط سرية رئاسة الحكومة وحرسه الخاص في إفطار تكريمي لهم. أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أننا مقبلون على انتخابات نيابية وسنخوضها بشكل ديمقراطي، وذلك خلال حفل إفطار أقامه غروب الجمعة في بيت الوسط على شرف عناصر سرية رئاسة الحكومة وحرسه الخاص في حضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وحشد من رجال الأمن. وتوجه الحريري بالشكر إلى كل فرد في الحرس على المهمات التي يقومون بها ليلا نهارا. في ناس لا يريدون لها البلد السلامة، قتلوا رفيق الحريري بأخذ المطاف، أكيد يعني مش حيوقفوا هون وبدوا يشوفوا هذا البلد في مكان آخر. فأنتوا عم تقوموا بالعمل اللي بيمنع هذا الشيء، ومش عم تقوموا بهذا العمل بشكل عشوائي، عم تقوموا بهذا العمل. وأنا فخور كتير بالسرية وفخور كتير بالحرس الخاص، لأنه عن جد عم شوف يعني حرفية كتير كبيرة بالعمل. أهم شيء أنه نحن نكمل هالمسار، ودائما عارفين أنه في حدا في مكان ما عم يخطط، وأنا ما بخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، فمكمل بهذا المشوار، والله بالآخر بيحمينا وبيحميكم وبيحمي الجميع. المهم أنه هيدي الرسالة اللي تركها رفيق الحريري بدنا نكملها، وحتى نكملها في محلات بدنا نجتهد وبدنا نشتغل، ولكن الانتخابات جاية وإن شاء الله حنقوم فيها بشكل ديمقراطي، ونحن هذا الشغل اللي بدنا إياه، وهذا اللي بدي ثبته أنا بهذا البلد، أنه نكون نحن ديمقراطيين. فلذلك حيكون في عندنا مشاوير كبيرة وشغل كتير. وختم الحريري بالقول: إنني فخور أن سرية حرس رئاسة الحكومة باتت تضم نساء يعملن بشكل جيد جدا، وأنتم جميعكم بالنسبة إلي عائلتي الكبيرة الموجودة في بيت الوسط والسراي وكل لبنان. تيار المستقبل دان العمل الإرهابي الذي كاد يستهدف المسجد الحرام في مكة المكرمة، وفي رد على خطاب السيد حسن نصر الله من دون أن يسميه، قال بيان المستقبل: إن ما سمعناه في الساعات الماضية في لبنان من صراخ متجدد ضد المملكة العربية السعودية يأتي على قدر الألم الذي يعانيه المشروع الإيراني في المنطقة العربية بفعل سياسة الحزم التي فعلت فعلها في فضح أهداف هذا المشروع التخريبي ومحاصرته، مضيفاً أن ما يدعو إلى الأسف أن يستمر هذا البعض في إصراره على تخريب علاقة لبنان بأشقائه العرب وعلى رأسهم السعودية، والإمعان في محاولة استهدافها في سياق تحميل أو تجميل الدور الإيراني، وهذا ما يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، مع ثقتنا بأن اللبنانيين لن يسمحوا بأن يبقى لبنان منصة إيرانية لاستهداف الدول العربية كلما اقتضت المصلحة الإيرانية ذلك، لأن ما يهمنا أولا وأخيرا هو المصلحة اللبنانية التي نضعها فوق أي اعتبار. رفع الستار عن لوحة تحمل اسم الرئيس بشير الجميل في زحلة برعاية الوزير بيير بوعاصي. سر هالعلاقة العضوية بين بشير الجميل ابن بكفية اللي ربي بالأشرفية ومدينة زحلة، قلما تشابهوا شيئين أو شخصين، لأنه زحلة شخص، زحلة إنسان معنوي، قد ما بيتشابهوا بشير الجميل وزحلة. إذا بتقول الكرامة بتقول بشير جميل وزحلة، إذا بتقول العنفوان بتقول بشير جميل وزحلة، إذا بتقول الكرم بتقول بشير جميل اللي ضحى بحياته كرمال لبنان بتقول كمان زحلة. تسمية شارع بشير جميل بقلب زحلة منه فقط تقدير، منه فقط اعتراف بشهادة بشير جميل فحسب، بل هو اعتراف وتقدير لكل شهداء لبنان يلي سقطوا دفاعا عن لبنان، وخاصة شهداء زحلة. الجامعة العربية المفتوحة أول جامعة لبنانية تدخل اختصاصا يعنى بأمن المعلومات والتدقيق في الجرائم المعلوماتية بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي.
في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية وقرصنة المواقع الرسمية والخاصة منها، قررت الجامعة العربية المفتوحة في لبنان إدخال اختصاص أكاديمي جديد هو الأول من نوعه في لبنان، ويصب في مجال الفضاء المفتوح وهو أمن المعلومات والتدقيق في جرائمها. برنامج هو برنامج بريطاني بمجال الأبحاث، عم نتعاون مع جامعات دولية. في عنا بنفس الوقت اتفاقية مع مديرية الأمن الداخلي فرع المعلومات، هي Security and Forensics، يعني أمان المعلومات والتحقيقات الجنائية. يعني إذا صار فيه مثل ما قلنا هاكينج، الطالب المتخرج لازم يقدر يعرف كيف إجا هذا الهاكينج، كيف يوقفه، وكيف يقدر يتخلص من مفاعيل هذا الهاكينج. بالنسبة لجرائم المعلوماتية، الطالب هون في يقدر يعرف كيف، يعني كل دليل على الجريمة هو قادر يوصل له هلأ، حتى لو كان هيدا صار بالكلاود. هلأ صار في قدرة انه نقدر نعرف الدليل على الجرم يلي صار، ونقدر هيدي أهم شغلة، تحتفظي بالدليل لتقدميه للقضاء. شهادة لبنانية بريطانية يستحصل عليها الطالب بعد إتمامه سنوات الدراسة، وتشير إحصاءات الجامعة إلى طلب مرتفع لهذه المهنة في سوق العمل. ما في شركة بلبنان مش بحاجة لاختصاص بالسيكوريتي، ما في شركة مش بحاجة لها، يعني ما في بنك، ما في شركة تجارية، ما في أي شركة بتستعمل الإنترنت مش بحاجة، يعني بحاجة نتأمن على المعلومات تبعها. بالنسبة للفورنزيكس والتحقيقات الجنائية، نحن بنعرف أنه عندنا مزبوط مكتب المعلومات، بس عندك كمان مراكز قضائية أمنية أخرى بحاجة. كشف الأدلة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والحفاظ عليها وتقديمها إلى القضاء أمور باتت ممكنة اليوم، في انتظار قانون ينظم هذا الفضاء الرحب. السفيرة الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس ترعى حفل إفطار نظمته رابطة أبناء بيروت في الطريق الجديدة. على صورة مهرجان الفرح، رعت السفيرة الأممية الدكتورة سلوى غدار يونس حفل الإفطار الخيري لأطفال الأيتام والعائلات في رابطة أبناء بيروت الطريق الجديدة. أهلا بها تطلي أهلا، أهلا بها العين الكحلة، أهلا بها تطلي أهلا، أهلا بها العين الكحلة، ضحكت لك وردة الفطار وقالت لك أهلا. وجاء هذا الإفطار عملا بأهداف ومبادئ مؤسسة الدكتورة يونس للتنمية الإنسانية المستدامة وباسم منظمة الأسرة العربية وبرنامج معا نحو تنمية مستدامة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان. وتخلل الإفطار برنامج ترفيهي ومسرحية للأطفال من تنظيم المسرح العالمي. شكرا ماما سلوى من كل أطفال لبنان. ووزعت هدايا وكسوة العيد، وكانت كلمة في المناسبة لرئيس رابطة أبناء بيروت الحاج محمد الفيل ولرئيسة اللجنة النسائية في الرابطة منى عيتاني، شكرا فيها للسفيرة غدار تخصيصها الوقت لرعاية نشاطات إنسانية واجتماعية وإنمائية وإفطارات في هذا الشهر الكريم في جميع المناطق اللبنانية ومنها رابطة أبناء بيروت. طلع قانون الانتخابات وكنا متوقعين أن يكون في كوتا نسائية، مع الأسف الشديد ما رضوا يعملوا كوتا نسائية لسبب واحد أنا برأيي، لأنه المرأة عادة معطاءة، وعنا رجال السياسة عادة بياخدوا ما بيعطوا. أما السفيرة يونس فقد رأت أن هذه الرعاية التي تجمع شريحة من الأطفال الأيتام والعائلات من منطقة الطريق الجديدة ما هي إلا شعور منا تجاههم وتجاه حقهم في حياة عزيزة كريمة. فالحياة تقترن بالعمل والكفاح وتحقيق الأمل والتطلعات والأحلام وبناء المستقبل، وهذا ما لا يتحقق إلا بالتزافر الجهود بيننا ووقوفنا بجانب كل من حط به القدر لمساعدته وحفظ كرامته ومكانته بيننا في المجتمع لمحاربة البؤس والفقر والإحباط.
وفي الختام منحت رابطة أبناء بيروت السفيرة سلوى غدار يونس درعا تكريمية ومجسما كتبت عليه عبارة الله أكبر. سبعينية تعيل ثلاثة أطفال في سن الفيل، شوفوا بقلبكم هدى صوايا. أنا مرا أرملة، عندي أولاد، ما حدا منهم عم بيشتغل، واحد بالحبس، واحد مريض، ربع بني آدم. عندي ولاد ابني ما عم لحاله ما عم بقدر، يعني في جماعة خير بيساعدوني بمبلغ بسيط بالشهر، ما عم يبقى معي لأدفع أجر بيتي، دافع شهرين بس من أول السنة وهيكالي من سنة الماضية، مش أنا دفعته كمان، في جمعية دفعت عني، وطيبت تعبت من الولاد، تعبت من الوضع اللي احنا فيه. برا جاي والقرف كتير، طفالة ما عم خليه يظهر لبرا، ما عم بسترجي. إذا بقدر تكون حدا يساعدنا بس نطلع من هالبؤرة اللي احنا فيها. إذا مش كرمالي كرمال هالطفالة اللي عم ربيهم، أجر بيت مش عم بدفعوا. مصاريف عم شيلهم من هالقرشين بيجوني اخر الشهر من فاعل الخير، بتشاركي بالكهرباء مع جيراني بدفع انا وياهم، لحديت هلا جاري بده مني 40,000 كهرباء ما عم بقدر اعطيهن، 42,000، يعني لهالقد الوضع تعبان لهالدرجه هيدي. في نشرة بعد الفاصل، الأمم المتحدة تنحاز لحزب الله ومقتل صحفية فرنسية في الموصل. أهلا بكم من جديد. سعي أمريكي لعقد قمة عربية شبيهة بكامب ديفيد لحل الأزمة القطرية، والإمارات تستبعد التصعيد العسكري ضد الدوحة التي وصفت مطالب دول الحصار بغير المنطقية. تبحث واشنطن إمكان عقد لقاء قمة لرص صفوف حلفائها في العالم العربي على وقع الأزمة القطرية ولحث دول المنطقة على مواجهة خطر الإرهاب. ووفقا لمعلومات فوكس نيوز، فإن البيت الأبيض يدرس خيارات عدة لتجاوز الخلاف بين قطر وعدد من الدول العربية، ومن الخيارات المتاحة عقد قمة على غرار كامب ديفيد. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنها لحظة كامب ديفيد، لم نرى شيئا مماثلا منذ 40 عاما، والآن الرئيس يريد المضي قدما في ذلك. وقد تسلمت قطر من الكويت قائمة المطالب 13 وعلقت عليها بأنها غير واقعية وتهدف إلى الحد من سيادتها، لكنها قالت إنها تعكف على دراستها، ومن بين هذه المطالب إغلاق شبكة الجزيرة والقنوات التابعة لها، على أن الشرط الأهم هو البند الثامن الذي يطالب قطر بالتعويض عن الضحايا والخسارة كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية في خلال السنوات السابقة. هذه الشروط رأى فيها وزير خارجية أمريكا قائمة غير منطقية، ودعا ريكس تيلرسون إلى أن تكون مطالب جيران قطر معقولة وقابلة للتنفيذ. وفي هذا الإطار هدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بعزل قطر عن بيئتها الطبيعية ما لم تستجب لمطالب دول المقاطعة، لكنه استبعد أي تصعيد عسكري ضد الدوحة.
قطر تعرقل الجهود الدبلوماسية وتعمل لتقويض الوساطة الكويتية لتسوية الأزمة من خلال تسريب المطالب بما يشبه المراهقة السياسية. إن دول المقاطعة لا تنوي أي تصعيد عسكري ضد قطر ولا تتحدث عن تغيير النظام القطري، بل تسعى لتغيير سلوكه فيما يتعلق بموقفه من الإرهاب والتطرف. وحل الخلاف مع قطر يجب أن يكون دبلوماسيا شرط قبولها بالابتعاد عن دعم الإرهاب، وإذا لم تستجب قطر للمطالب فإنها ستعزل عن محيطها الطبيعي. وكانت الدوحة قد شددت على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جملاط أكد في حوار مع روسيا اليوم أن ليس من مصلحة قطر التحالف مع إيران، معربا عن تطلعه إلى مبادرة سعودية تنهي الأزمة وترأب الصدع في مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى أشار جملاط إلى أن الحرب الأهلية في سوريا يجب أن تنتهي بحكم انتقالي، مؤكدا أن روسيا لاعب رئيس في المنطقة مهما اختلفت المواقف والآراء فيها. كما أكد أن حماس حركة مقاومة ضد العدو الصهيوني، وأن قيام تحالف دول سنية معتدلة مع إسرائيل أوهام تراود تل أبيب والأمريكيين. رفضت الأمم المتحدة طلب مندوب إسرائيل داني دانون تفكيك أبراج ونقاط مراقبة أقامها حزب الله قرب الحدود تحت غطاء جمعية مراقبة جودة البيئة اللبنانية أخضر بلا حدود. وفي جوابها على الخطاب الإسرائيلي كتبت دائرة الأمم المتحدة المعنية: تقارير القوات الدولية متعددة الجنسيات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان تؤكد أن الجمعية المشار إليها والمذكورة في الشكوى الإسرائيلية تعنى بحماية البيئة، ولا توجد لدينا أي أدلة تثبت المزاعم الواردة في شكوى تل أبيب المعززة بمعلومات جمعتها شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان. ورأت صحيفتي دي عوتحلونوت وهآرتس وغيرهما من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رد الأمم المتحدة يؤكد عدم وقوع أي خرق لبناني لقرارات مجلس الأمن، لا سيما للقرار 1701، وأن قوات اليونيفل كانت قد سجلت فعلا نشاطات تديرها جمعية أخضر بلا حدود في إطار جهود التشجير من دون أن تلحظ وجود أي عناصر مسلحة على الحدود. كما نقلت يدعو تحرنوت تصريحات عن مصادر أممية تفيد بأن تقارير اليونيفل في العامين الماضيين تؤكد اطلاعها على طبيعة نشاط أخضر بلا حدود للتشجير من دون تسجيل أي نشاط لحزب الله على الحدود. الاتفاق على مناطق وقف التصعيد في سوريا لا يتضمن أي حضور أردني أو إسرائيلي على الأرض. أكدت مصادر مقربة إلى مفاوضات التسوية السورية لوكالة الأنباء الروسية أنترفاكس أن القائمين على رسم حدود مناطق وقف التصعيد في سوريا اتفقوا على حدود منطقتين من أصل 4، وأن تركيا معنية بمتابعة الوضع في إدلب. وعما يشاع بشأن نشر قوات لحفظ السلام في مناطق وقف التصعيد أشار المصدر إلى أنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت قوات حفظ السلام ستقف على مراقبة هذه المناطق من محيطها في سوريا أو من مركزين خاصين بذلك يستحدثان في روسيا وتركيا. وأضاف: يبحث المعنيون في الوقت الراهن هاتين الصيغتين لمراقبة مناطق وقف التصعيد، إلا أنه لم تتبنى الأطراف المعنية حتى الآن أي قرار نهائي بهذا الشأن، ما يرجح بت هذه المسألة مع حلول موعد اجتماعات أستانا المقبلة. أعلن الجيش الأمريكي أن خط الاتصال مع روسيا بشأن مناطق عدم الاشتباك الذي يهدف إلى تجنب أي تصادم عارض فوق سوريا يعمل، حتى بعدما هددت موسكو بقطعه بسبب قيام واشنطن بإسقاط طائرة عسكرية سورية الأحد الماضي. وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل رايان ديلون إن خط عدم الاشتباك مفتوح ويعمل، والتصريحات هي أحدث مؤشر إلى تخفيف محتمل للتوتر في أعقاب إسقاط الطائرة السورية. وكانت موسكو قد قالت يوم الاثنين إنها ستتعامل مع طائرات التحالف التي تحلق غربي نهر الفرات في سوريا كأهداف محتملة وستتعقبها بأنظمة الصواريخ والطائرات العسكرية. لكن البنتاغون قال فيما بعد أن ليس هناك أي تحركات روسية في سوريا تثير قلقه.
في العراق توفيت الصحفية فيرونيك روبير متأثرة بجروح أصيبت بها الاثنين في انفجار لغم في مدينة الموصل، حيث كانت في مهمة صحفية لحساب مجلة للتلفزيون الفرنسي وفق ما أعلنت شركة فرانس تلفزيون الحكومية. وكانت هذه المراسلة الكبيرة البالغة 54 عاما تقوم بتحقيق في العراق لبرنامج موفد خاص، وأعدت تحقيقاتها الأخيرة عن العراق لحساب مجلة باري ماتش. وإلى فقرة ترانز مع زميلة نور صومة. مرحبا، بداية أخبارنا من لبنان مع الجريمة يلي سببها كان السوشيال ميديا. فرجل يدعى زهير أطلق النار من بندقية الصيد على نصر الأحدب وأصابه بفخده، أما السبب فهو لأنه عمل آد على فيسبوك لزوجته لزهير. من بعد ما تعرضت شركة فيسبوك لانتقادات بسبب اتهامها بالتباطؤ بأخذ إجراءات ومواجهة المحتوى يلي بيروج للإرهاب على الموقع، وبعد الهجمات الإرهابية الأخيرة بلندن ومانشستر، أطلق فيسبوك مبادرة ببريطانيا لتدريب وتمويل منظمات أهلية بهدف محاربة التطرف وخطابات الكراهية يلي بتصير على الموقع. أطلق سناب شات ميزة السناب ماب أو خريطة سناب يلي بتسمح للمستخدمين بأنه يعرفوا أماكن أصدقائهم من خلال الخريطة، أما ليلي مش حابين حدا يعرف وينهم فلازم يستعملوا السناب شات على الجوست مود. ولكن أشاروا الكتار ومنهم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات إلى مخاطر الخريطة يلي بدون علم المستخدم رح تقدر تكشف عن مكانه، الشيء يلي ممكن يؤدي لاختراقات الخصوصية ونتائج سلبية. لهون بنكون وصلنا لنهاية أخبارنا يلي فيكن تتابعون على صفحة ترندز على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على إنستغرام وتويتر. لقونا بكرة بنشرة جديدة. كان في النشرة دكان يبيع ويؤجر أسلحة خفيفة ومتوسطة. اغتصبت زوجته وطعن بسكين. أنا جيت على مرتي على البيت، لعندي على البيت المستأجر واني، لقيت مرتي عم يغتصبها شخص. سحب علي السكين، ضربني هون، ضربني هون. أبو بدر من سائق فان إلى مفخخي سيارات. الكاوبوي لجنبلاط إن شاء الله يكون عمره طويل. الداخلية السعودية الخلية الإرهابية تنفذ خططا تدار من الخارج. ترامب يفكر في عقد قمة عربية في واشنطن لحل أزمة قطر. وكان في فن الخبر سيرين عبد النور تضيء قناديل العشاء. رائعين الممثلين السوريين اللي اشتغلت معهم، وهذا كان تجربة كتير حلوة بالنسبة لي. وكان في ترند طلب صداقة على الفيسبوك فأكلت ضرب. ختام النشرة، نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على نور.